دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم الحيان من زاويه سيدي بوخم من تلك جونت تابعه للدائره ديال ولاد برحيل. نشكد وجينا للزاويه ديال سيدي عياد السوسي تلبيات لدعوه الجمعيه اللي كيطرسها السي الرامي، وجينا بالمناسبه ديال تقديم الهبه الملكيه للشرفاء ومرابطون ومرابطي الزاويه. هذه الزاويه اللي كتعتبر من اعرق الزوايا بالمنطقه، اللي كيرجع التاريخ ديالها للقرن التاسع الهجري. وكان سيدي عياد السوسي ولي صالح، كان كيقدم الغرس وكان كيقدم البذور والزريعه للفلاحه ديال المنطقه، حتى ولات المنطقه كمنطقه فلاحيه بامتياز، وتكون واحد السوق اللي كيتسمى سوق ثلاث المنبهة، الباقي مستمر الى حد الساعه، اللي كيجيو التجار من جميع المناطق المغرب في الكتبة وفي الزرع وجميع المواد اللي كيحتاجوا لها الناس في التغذية ديالهم والمسائل اليومية. وبالنسبة للهبة الملكية اللي غادي توصلوا بها الناس اليوم، هذه واحد السنة حميدة سنت منذ أمد بعيد، وكانوا هاد الناس ديما كيتلقاها وكيجيو لها من كل مناطق المنطقة. وبهذه المناسبة المرابطين والشرفاء والسكان ديال المنطقة كينوهوا بالمجهودات الجبارة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللي كيتواصل وكيفكر في جميع شرائح ديال المجتمع. وحنا مع هاد الناس كندعيو بالدعاء الصالح لصاحب الجلاله، وان ينصره ويقر عينه بولي عهده وكافه اسره الاسره الملكيه الشريفه. وكنترحموا على ارواح المجاهدين الكبيرين، صاحب الجلاله محمد الخامس وصاحب الجلاله محمد الحسن الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. لقد دأبت هذه اللجنة الملكية على زيارتكم كل سنة بأمر مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. وزيارتنا لهذه السنة تأتي في إطار إحياء الذكرى 15 لوفاة جلالة المغفور له الملك محمد الحسن الثاني طيب الله تراه، والتي نرجو منكم إحياءها كما جرت في ذلك العادة في نفس الأجواء المعتادة التي مئوها القرآن الكريم والأمداح النبوية، مشفوعة بخالص الدعاء لعالي جلت قدرته بأن يتغمض فقيدي المغرب الكبيرين جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني أنار الله قبره، ووالده المنعم جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله تراه، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يخلد في الصالحات ذكرهما مع النصر مع الدعاء بالنصر والتمكين لوارث سرهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير أبي الحسن وصنوه المولى الرشيد وفي كافة الأسرة العلوية الشريفة وفي شعبه الوفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقية الولاء والإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا أمير المؤمنين سيد النبي الأمين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس المؤيد بالسبع المتاني، أيدكم الله وحفظكم ورعاكم، والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة منه تعالى وبركاته. يتقدم خادم الأعتاب الشريفة مقدم زاوية السيد عياد بجامعة إيغودا الإقليم تارودانت بتقديم آيات الولاء والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين. مفتخرين ومعتزين بالعناية المولوية السامية التي يوليها جلالتكم حفظكم الله للزوايا، وحرصكم الدائم على الدور الإشعاعي الذي تلعبه الزوايا في الحفاظ على الأمن الروحي لرعاية مولانا الهمام ونشر مبادئ الإسلام السمحة، والعطف الذي ما فتئ جلالتكم يوليه لمريدي الزوايا كما دأب على ذلك سلاطين الأسرة العلوية الشريفة. ونؤكد لجلالتكم تشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد. تغمد الله برحمته الواسعة مبدع المسيرة وباني المغرب الحديد المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، رافعين أكف الضراعة للعلي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير المبجل مولانا الحسن، ويشد عضده بشقيقه الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله. حرر بطمس يوم الاثنين 3 فبراير 2014 ميلادية موافق 3 ربيع الثاني 1435 هجرية. السلام عليكم. رب إنا نسألك أن تهب ثوابنا تحولاه ونور مقاله لروح مبدع مسيرة الخضراء ومن حضر الصحراء
ولروح والده محمد الخامس، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، اللهم قدس روحيهما في أعلى عليين، اللهم اسكنهما المحل الأسمى من الفردوس الأعلى مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا، اللهم اجزهما عن المغرب والمغاربة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم اجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انصر وارث سرهما، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بيده الى ما فيه خير الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وتول اموره بما توليت به امور عبادك الصالحين، اللهم اجعل عهده عهد امن واستقرار، وعهد رخاء وازدهار، اللهم لم به شعه المغاربه، اللهم اجمع به كلمته، اللهم وحد به صفه، اللهم احمي به جانبه، اللهم ارفع به راية الإيمان والإسلام والرخاء والازدهار في هذا البلد الأمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أقر عينه وعيون المغاربة أجمعين، وأدلي صدره وصدور المغاربة أجمعين، بحفظ ولي العهد المحبوب الأمير الموهوب ملائك مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، اللهم شد أزر جلالة الملك، وقوي عضده بصنوه السعيد المولى رشيد، اللهم أصلح ولاة أمورنا جميعا، ووفقهم يا ربنا لما تحبه وترضاه، اللهم استع عبادك وبهيمتك، وارشد رحمتك وعبادك الميت، اللهم استع عبادك وبهيمتك، وارشد رحمتك وعبادك الميت، اللهم استع عبادك وبهيمتك، وارشد رحمتك وعبادك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، بحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بصفتك مقدم زاوية سيدي عياد السوسي بدوار طماس تابع لقيادة سيدي عبد الموسى دائرة ولاد برحيل، بهذه المناسبة كنطلب الله تبارك وتعالى سيدنا النصر والتمكين، كما كنطلب الله تبارك وتعالى الترحم على سيدنا محمد الخامس أب العروبة والإسلام وجلالة الملك محمد الحسن الثاني رحمه الله، كما تنطلب الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة اللي هي سيدنا كرمنا بهذه الهبه الملكيه لهذا الوالي الصالح اللي هو سيدي عياد السوسي، نطلب الله تبارك وتعالى له النصر والتمكين، والسلام عليكم ورحمه الله. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وكن له بما كنت به لاوليائك وعبادك الصالحين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعل عهده عهد امن واستقرار، وعهد رخاء وازدهار، اللهم لم به شعثنا، اللهم اجمع به كلمتنا، اللهم وحد به صفنا، اللهم احمي به حدود دولتنا، اللهم ارفع به رايه الايمان والأمان والاستقرار والرخاء في هذا البلد الأمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أقر عين جلالة الملك، وأقر عيوننا جميعا، بحفظ ولي العهد المحبوب الأمير الموهوب مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، اللهم أغدق شآبيب المغفرة والرحمة وسحائب المحبة والرضوان على بطلي التحرير والاستقلال ونقيضي الوطن والعروبة والإسلام مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس، واجزهما عن المغرب والمغاربة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء،
اللهم اجزهما عن المغرب والمغاربة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمعهما في الفردوس الأعلى مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحزن أولئك رفيقا. اللهم احفظ وارث سرهما، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وكن له بما كنت به لأوليائك وعبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احمي بيضة المغرب وبيضة الإسلام من الانكسار، واحمي عقد المغرب وعقد الإسلام من الانتثار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ادم علينا في بلدنا وادم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نعمة الإيمان والأمن والاستقرار. اللهم ادم علينا وعلى المسلمين جميعا أينما كانوا نعمة الإيمان والأمن والاستقرار، وجنبنا وجنبهم المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شد أزر جلالة الملك وقو عضده بصنوه السعيد المولى رشيد. اللهم اصلح ولاة أمورنا جميعا ووفقهم يا ربنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم غيثنا غيثا نافعا غير ضار، عاما غير خاص، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تقبل من مولانا امير المؤمنين هذه الالتفاتة الكريمة، اللهم تقبل منه هذه الهدية السنية، اللهم اكتبها في سجل حسناته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انفعه بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن تحقق آمالنا وأمال المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.